يمكن هو عشان بعد هلا بصراحة لما كنا بالداخل وكنا عم نشتغل فعلا لمساعدة الناس، هدف وحيد هو اللي كنا مشانه بالداخل. أنا بصراحة نفسياً كنت مبسوطة أكثر رغم كل الصعوبات تحت القصف والجوع والشيء المأساوي اللي كنا عم نشوفه كل يوم. الحقيقة أنا ما فيني أطلع بعيون الطفل، أنا وعم أشتغل فيه أبداً ما فيني أطلع بعيون الطفل ولا حدا فينا، يعني أكثر من 1000 شخص ماتوا بهداك اليوم خنقاً بدون دم، غالبيتهم كانوا من الأطفال. يعني صور جثث الأطفال مستحيل أنساها بهداك اليوم. مشفى الكهف كانت حتى ما في مكان على الأرض تحطي فيه الجثث، يعني كانوا عم يحطوا جثث فوق بعضها. يعني يوم الكيماوي الحقيقة كان صدمة كتير كبيرة بالنسبة لنا.